الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر جميع المواقع الالكترونيه في مدينه طنجه على المواكبه ديالها لهذا الموضوع. كيف ما في علمكم كما وش بالنسبه لجميع المديريات الاقليميه بالمغرب تم اعتماد صيغ جديده للتوقيت المدرسي. هي صيغ اخذت بعين الاعتبار احترام الزمن المدرسي للتلامذ. كذلك هذه الصيغ اللي تم اعتمادها جاءت بعد مجموعه من المحطات كلها مرتبطه باعتماد التوقيت الجديد للمملكه. كيفما فهمكم كذلك تم اصدار مذكره وزاريه تحدد الصيغ المعتمده، وبطبيعه الحال هذه المذكره كانت محطه نقاش. النقاش اللي كان في مجالس التدبير الممثل فيها التلاميذ الاساتذه جمعيه الاباء، وتم اقتراح صيغ اخرى للزمن المدرسي هي الصيغ التي تم اعتمادها منذ الامس. لاحظتوا بان الامس كان واحد التحرك ديال مجموعه من التلاميذ بشكل عادي. اللي كيميز هذا التحرك هو انه كان حضاري، كان سلمي، ما كانش شغب. عبروا التلاميذ ديالهم على الاراء ديالهم في مجموعه من المؤسسات الثانويه التاهيليه بالخصوص. الابتدائي الوضع كان عادي مستقر، كل المؤسسات بشرت الدخول المدرسي ديالها بشكل عادي. استمعنا للتلاميذ في حوار معهم كيتضح بانهم ما عندهمش مشكل مع التوقيت المدرسي، يمكن عندهم بعض المطالب الاخرى لا علاقه لها بالزمن المدرسي. اليوم انتم كذلك عينتوا هذا الموضوع، كانت الامور مستتبه، الوضع عادي، تلامت في المؤسسات ديالهم، اكثر من ذلك الاسبوع كيتزامن مع فتره اجراء الفروض، كان تلامت التحقوا بالمؤسسات التعليميه ديالهم. مع ذلك حنا هذا رغم كون ان الوضع عادي لازلنا في استماع التلاميذ والتتبع الاقتراحات ديالهم، وبطبيعه الحال هذه الاقتراحات اللي هي وجيهه وقانونيه وموضوعيه سيتم اخذها بعين الاعتبار. كيف ما قلت ان الخط الاحمر هو تامين الزمن المدرسي من خلالكم. بطبيعه الحال كنوجه نداء للتلاميذ اولا لانهم اللي كيهمونا. التحصيل الدراسي هو الشيء اللي مهم بالنسبه لهم والاسر ديالهم. طنجه كيف ما قلت بالامس في واحد التصريح، طنجه هي مدينه ديال الثقافه وديال العلم وديال قامات مهمه اللي نتجتهم هذه المدينه، هذه الناس ديال الفكر ديال السياسه. واعتقد ان شباب هذه المدينه لا يقل ذكاء عن الناس اللي قبل، بمعنى انهم مطالبين بمبذل مجهود اكثر من اجل اولا تشريف المدينه ديالهم بلادهم في المقام الاول، وكذلك جعل الاسر ديالهم تفتخر بهم والطمح للمستقبل زاهر بالنسبه لهم. نبغي كذلك نشير بان كل المديريات ديال الجهه ولا باقي مدن المملكه اليوم الدراسه بشكل عادي، واعتقد ان طنجه حتى هي الدراسه كانت فيها بشكل عادي وما يمكنش يكون استثناء. وانا متاكد بان التلاميذ التحقوا بالدروس ديالهم وغادي يستمروا في التحصيل ديالهم، لان الاهم هو النجاح ديالهم هو الانتقال ديالهم الى مستويات عليا والحصول على نتائج افضل.